بصراحة مع أسف يعني كيضرني قلبي، لأنه كنشوف بأنه أولمبيك أسفي هو بالإمكانيات اللي عنده ممكن يحقق نتائج أكثر من هكا. أنا الإمكانيات ملي كنسمع الإمكانيات كنظن بأن فرق اللي فازوا ببطولات اللي من المغرب فازوا ببطولات باقل الامكانيات اللي متاحه لهاد الناس. بغيت نعرف هاد الناس واش المشكل فين كاين، واش كاين في التسيير او لا المشكل في المواهب ما كايناش او لا. حتى انا كنحير هاد السؤال، حتى انا بغيت الجواب ديالو. كنتمنى ان هاد المساج يوصل للناس المسؤولين بانه غير خدموا هاد الفريق او لا خلوا الناس اللي عندهم حرقه على هاد المدينه يخدموه. حنا ما بغيناش نبانوا ونبانوا باش نوصلوا الميساج. الميساج حنا بغينا نخدموا حبا في هذه المدينه لا اقل ولا اكثر. ما بغيناش شي حاجه اكثر ما ان هذه المدينه يكون عندها واحد الفريق اللي يكون في المستوى اللي ينافس الفرق الكبار. مع كامل الاسف يعني ملي كتشوف اولمبيك اسفي بالبادجت ديالو اللي موفر عليه جميع الشروط وهو دائما كيصارع باش يبقى في بريمير سيري، واش هاد الناس كيشوفوا غير حدا رجليهم؟ فهذا السؤال اللي يمكن نوجه جميع المسؤولين ومن هذا المنبر بغيت نوصل لهم رساله. الله يخليكم، غير خدموا هذا الفريق او لا خلوا الناس. الا ما كنتوش قادرين تخدموا هذا الفريق خلوا الناس اللي في مستوى تخدم هذا الفريق. وكنظن بان ما شاء الله عندنا اطور وشباب اللي محروقين على هذه المدينه وباغيين يخدموا هذه البلاد بدون مصالح، لان كلهم ما شاء الله عنده الخير ديالو، كله عنده مصالح ديالو، كله عنده البروجي ديالو، ولكن محتاج غير اللي يساعد هذه المدينه ويخدم بحب. لانه حاجه الا كنتي كتفيق في الصباح وما فرحانش باش تمشي للخدمه ديالك راه ما غتعطيش في هذيك الخدمه ديالك 100%. الناس اللي تحب الكره ويكون عندها في العرق ديالها الكره وماشي الناس اللي غمطفلين من جميع يعني ما بغيتش ندخل في التفاصيل بزاف، مي لو ميساج جو كوا فهموه الناس اللي بغيت نوصل لهم الميساج.